السلام عليكم. في هذه الحلقة غادي ندويو على المسيرة الفنية ديال الراحلة الفنانة الحاجة الحمداوية. الاسم الكامل الحاجة الحمداوية من مزدادة تاريخ 1930 وبالضبط مدينة الدار البيضاء. هي مطربة مغربية شعبية 100%. كتعتبر الحاجة الحمداوية من أقدم الفنانات المغربية في مجال العيطة. عاشت المجد الذهبي في عقود الخمسينيات والستينيات والسبعينيات في القرن الماضي، وكانت كتعاني من ظروف صحية ومالية جد مؤلمة لدرجة ما كانتش كتلقى باش تخلص الكرة ولا باش تشري حتى الدواء ديالها. هذا المشكل كيعانيو منه بزاف ديال الفنانة، لكن من بعد التفتوا لها السلطات وتعطى امر من الملك الراحل محمد الخامس باش يتعطى لها عنايه لازمه. ورثات الفنانه الراحله الحاجه الحمداويه التراث الشعري القدير والتقليدي من الوالد ديالها، حيت كان هو كيعشق هذا الفن بزاف. ودخلت الراحله الحاجه الحمداويه عالم الفن من باب المسرح، حيث كانت كتشتغل ضمن فرقة الفنان المغربي الكبير بوشعيب البيضاوي، وما كانتش عارفة باللي وهي كتمثل غادي تحل لها طريق آخر اللي هو الغناء. تحولت من عالم المسرح إلى عالم الغناء بعد ما اكتشف البيضاوي واحد البحة مميزة في الصوت ديالها. وفي فن العيطة لقات الحاجة الحمداوية راسها وبدعات وتقنات حتى ولات أغانيها كتغنى على كل لسان، وتركات بصمتها على تراث مغربي في عمر قرون. ومن أبرز أغانيها منين أنا ومنين أنت، هزوا بينا الإعلام، والزاوية، وشيك كشيكا. هاد الاغاني غادي تبقى من روائع الاعلام الفني المغربي، استرضات مسامع ديال الجمهور المغربي والمغاربي بالروائع ديالها واغانيها. ومعظم هاد الاغاني كانت عامره باشارات وتلميحات الى المستعمر الفرنسي، وكانت كتقاوم الوجود ديالو غير بالاغاني ديالها. واتهمات بالشتم والقذف ديال السلطان الوهمي بن عرفه اللي دارته سلطات الاستعمار سلطان على المغرب من بعد النفي ديال الراحل محمد الخامس، وهذا الشيء اللي خلاها تخبع من المستعمر الفرنسي لبعض الوقت. لكن بعد ما رجع محمد الخامس من المنفى رجعت حتى الحاجة الحمداوية للمغرب وبدعات بأغانيها الجديدة وتشهرات بأغانيها لفترة امتدت لحكم ثلاث ملوك اللي هو الراحل محمد الخامس والراحل الحسن الثاني وصاحب الجلالة محمد السادس. وفي السن 91 قررت الحاجة الحمداوي الاعتزال بشكل رسمي، لكن قبل كانت تلاقت مع الفنانة كازينة عويطة، هي البنت ديال العداء المغربي سعيد عويطة، وطلبت منها الفنانة عويطة باش تعود الأغاني ديالها بحلة جديدة والبعض منهم باللغة الأجنبية. وبطبيعة الحال الفنانة الحاجة الحمداوية وافقت على هذا الطلب هذا وبكل فرح. لكن يوم الخميس 1 أبريل 2021 تدهورات الحالة الصحية ديال الحاجة الحمداوية وتحولات إلى أسوأ، وتم النقل ديالها لقسم الإنعاش بالمستشفى الجامعي الشيخ زايد يوم 2 5 أبريل 2021. للأسف القضاء يودي بحياة الفنانة الحاجة الحمداوية، وكتغادر من دار البقاء في سن يناهز عن 91 سنة. إن لله وإن إليه راجعون. وهنا الفنانة العملاقة كتغادر من دار البقاء وإلى الأبد بعد ما تركت البصمة ديالها على التراث المغربي في مجال الغناء.